دخلك هنا من هيك تجي كتلقى المكتب الرئاسي. السلام عليكم أصدقاء، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وانتم كتفرجوا في الفيديو. مرحبا بكم معنا في هذه الرحلة اللي درناها لأكبر مكتبة في تركيا، المكتبة الرئاسية اللي كتواجد بالضبط في العاصمة التركية مدينة ديال أنقرة. هذا هو المدخل الرئيسي ديال المكتبة. مع دخلها كتلقى واحد الصالة كبيرة بزاف وعلاش كدائرة، فيها واحد الكرة أرضية في الوسط اللي كتعتبر هي الريسبسيون ديال هذه المكتبة. المنظر من أسفل واعر بزاف مع الإضاءة الصفراء اللي دايرين وهذوك البودرات اللي كبار بحال هكاك بيضين، واحد الديكور واعر صراحة. هاد المكتبة كتواجد داخل واحد المجمع رئاسي اللي فيه بزاف ديال المرافق اخرى بجانب المكتبة، بحال المسجد وبحال الإقامة ديال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا هو المنظر من الطابق الثاني، وهذا هما الرفوف ديال الكتب اللي مصممين على شكل دائرة، يعني كتقدر تجيب دورة كاملة وترجع للبلاصة من جديتي. المكتبة فيها أكثر من 250,000 كتاب مطبوعين في مجالات مختلفة. هذا طابق آخر فيه حتى هو الرفوف وطوابل وكراسة فين تقدر تجلس تقرأ، وكل رف كتلقى فيه واحد اللوحة بحال هذه فيها معلومات على الكتب اللي تقدر تلقى تما. في هذا الطابق هذا كتقدر تسلف الكتب وتديهم معك للدار تقراهم. وهنايا غتشرح لنا الاخت ديالي اللي كانت هي المرشده ديالنا في هذه المكتبه كيفاش كيخدموا هذه الماشين. تسلف الكتاب كتجيبو كتقرا هنايا ومن بعد كتدخل مثلا كتدخل ودونج هو السلف، كتدخل كيعطوك تدخل المعلومات ديالك لا كارت ناسيونال وداك الشيء، ومن بعد كتقدر تسلفو. ملي كترجعو هي فاش كتعقمو في هذا في هذه الماكينه عاد كترجعو لبلاصتك بحال هكا كتحط الكتاب تماك. هنا كنا سالينا الجولة ديالنا الفوق وكنا هابطين للطابق الأرضي باش نشوفوا المطعم ديال المكتبة اللي تيقدم وجبات ديال العشاء والفطور بشكل مجاني، وكاينين حتى مشروبات باردة وسخونة بحال أتاي وبحال القهوة حتى هما فابور. هذه هي الدخلة ديال المطعم. مع الدخلة كتلقى هاد القراعي ديال الماء الصغار محطوطين، تقدر تهز قد ما عجبك، كلشي فابور. وهنا هو المدخل الرئيسي كتلقى الطبالي فين تقدر تجلس تاخذ مشروب، وهذه هي الوجبة ديال العشاء اللي تتكون فابور كل نهار كل خطرة. وشنو تيكون اليوم؟ دايرين وقيلة حريرة ولا شوربة. هذه الشوربة اللي دايرين كتكون كل نهار كما قلت لكم بشكل مجاني. هنا كاينين طبالي، كاينين آلات اللي تقدر تاخذ منهم الماء، سناكس، شي حاجه اخرى. بلاصه زوينه الصراحه، كان مور نهار ديال القرايه تقدر تجي هنايا تاكل شي حاجه اللي جبتيها معك وتكمل القرايه ديالك. المسجد ديال المكتبة هي المكتبة الرئاسية. دخلك هنا من هيك تجي كتلقى المكتبة الرئاسية هنا، وهنايا كتلقى الشمع.
هذا هو المنحدر الرئيسي ديال الجامع، جامع تبارك الله كبير بزاف. مساجد في تركيا التصميم ديالهم تيكون رائع، تيتهلاو فيهم بالاضاءة، الطابيات كيكونوا زوينين، التصميم ديالهم صراحة تصميم رائع، ماشي بحال الجوامع ديالنا في المغرب، ما كتسخرش تخرج، داكشي زوين صراحة. هذه واحد الجولة وسط الجامع. واحد القضيه كاينه في تركيا عندهم صراحه زوينه، خارج اوقات الصلاه كيقدروا العيالات يدخلوا للبلاصه ديال الرجال ويتصوروا او لا يصليوا او لا غير يشوفوا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، اول مره ندير فيديوهات بحال هذا النوع. كتبوا لي في التعليق واش عجبكم، واش بغيتي نديروا محتوى بحال هكا اكثر. الى وصلتي لهنا كنبغي نشكرك بزاف، ما تنساش تشترك في القناه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.